السلام عليكم. إذا نحاولوا في هذا الفيديو هذا نديروا تصحيح التمرين 9 صفحة 120 من كتاب المسار اوكي ديال الثانية إعدادي الدرس ديال التماثل المحوري. إذا قالوا لنا أ ب س د متوازي الأضلاع مركزه أو، أول حاجة نمشيو ونشئوا هذا متوازي الأضلاع صافي. مثلا فوالا غنجيبو البركار، دونك البركار غنجي لهنا مثلا غنحسب المسافة الطول ديال هاد الضلع صافي، وغنجي لهاد الرأس هذا وغندير القوس، عاود غنحسب هاد المسافة اللي كاينة من هنا لهنا الطول ديال هاد الضلع هذا، وغنجي لهاد الرأس هذا وغندير القوس، وهاد النقطة ديال التقاطع هي النقطة الرابعة باش غنرسم متوازي الأضلاع صافي. A B C D اوكي A B C D قالوا لنا مركزه O، المركز ديالو باش غنصوبوه. اذا غنجي غنرسم مستقيم، غنرسم بعدا B D وغنرسم أصل. اذا هذه هي النقطة O. من بعد كيجيو كيقول لنا دلتا، انشئ دلتا مستقيم دلتا هو مماثل مستقيم اس بالنسبه لبي تي، دونك غنرسم المستقيم بي تي وغنرسم المستقيم اس صافي. اذا غنحاول ننشئ المماثل ديال اس بالنسبه لبي تي، مماثل ديال اس بالنسبه ل، اذا خصني ننشئ المماثله ديال النقطه ا بالنسبه ل بي تي وننشئ المماثله ديال النقطه سي. دونك غنجي المماثله ديالنا اوكي راه تقريبا تمام، غنجي غندير نفس المسافه من هنا لهنا اوكي هي هذه صافي. اذا هذه هي النقطه الاولى، عاود غنجي لهنا ننشئ المماثله ديال سي بالنسبه لبي، المماثله ديال سي بالنسبه لبي غنجي نحسب المسافه اذا ها المستقيم ديالنا الاول صافي، هذا هو المستقيم دونك راه كيمر هنا من النقطة أو. اوكي هذا المستقيم اش، المستقيم سموه دلتا، دلتا قالوا لنا نسميوه دلتا. عاود نشؤوا المستقيم دي مماثل بي دي، مماثل ديال بي دي بالنسبة لأسي، فغنديرو العكس صافي. دابا غنجيو نديرو العكس المماثلة، دونك غنحاول نرسم المماثله ديال بي بالنسبه للمستقيم اس اوكي. نجي نحسب المسافة من هنا لهنا ها هي، وغنجي هنا ندير قوس دونك ها نقطة، عاود غنشئ المماثلة ديال دي بالنسبة لأسي شيء. غنحسب المسافة من هذه هي اللي غتكون هنا بطبيعة الحال صافي. إذا غنشئ المستقيم ديالي الثاني اللي هو المستقيم د، هذا هو المستقيم د. السؤال كنلاحظوها أصلا كلهم كيمروا من نقطة أو، السؤال كيقولوا لنا بين، بين أن د ودلتا متقاطعان في أو، متقاطعان
في او. اذا هنا عاوتاني كيفاش غنخدمو؟ ها كاينه القاعده كيما سبق لي قلتها في الفيديو اللي داز، ها هي عاوتاني شنو كاين هذه بالضبط. قالوا لنا دي دلتا و دي مستقيمان، مماثل مستقيم دي بالنسبه لدلتا، مماثل مستقيم دي بالنسبه للمستقيم دلتا هو مستقيم دي بريم. انا كتهمني هذه الحاله الثانيه. شنو قالوا لنا؟ الا كان دي كيقطع دلتا، شكون هو دي؟ دونك الا كان دي كيقطع محور التماثل، صافي، الا كان دي كيقطع محور التماثل فواحد النقطه اي دي بريم مماثل ديالو، فحتى المماثل ديالو غيقطع داك محور التماثل في نفس النقطه. إذا كان عندي واحد المستقيم كيقطع محور التماثل في نقطة، المماثل ديالو غيقطع محور التماثل في نفس النقطة، إذا هي اللي غنديرو هنا. دونك شغا لاحظ، غنلاحظها بعدا، لدينا يعني خصني نبين بلي النقطة أو كتنتمي لدي ودلتا. شنو عندنا؟ لدينا أ بي سي دي متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع مركزه O، صافي مركزه O. إذن غنقولو بلي السي يقطع بد، يعني متقاطعان فاش في O، بما أن عاود شنو ولا ولدينا المستقيم، شنو عندنا؟ المستقيم دلتا مماثل، ولدينا دلتا مماثل السي بالنسبة لبدي. إذا شنو عندي؟ عندي السي هذا بواحد المستقيم يقطع محور التماثل في نقطة أو، والمماثل ديالو ودلتا مماثل السي بالنسبة لمحور التماثل، إذا حتى المماثل ديالو غيقطع محور التماثل في نفس النقطة. إذا شنو غنقول؟ السي عفوا، إذا دلتا يقطع شنو؟ يقطع بدي في أو، أي أن أو تنتمي إلى المستقيم دلتا. مزيان، هنا بينتها كتنتمي للمستقيم دلتا، مازال دي، غنديرو نفس الحاجة. شنو عندي؟ السي كيقطع بدي في أو، معنتها بلي بدي راه كيقطع السي، راه هادي عندها نفس، يعني متقاطعين في نفس النقطة. عاود لدينا دي مماثل أش، دابا دي راه المماثل ديال بدي، دي مستقيم دي مماثل بدي بالنسبة للمستقيم السي. مزيان، زيادة على هذا الشيء، هذا المستقيم بدي يقطع السي، ها هي متقاطعين، يقطع السي فين؟ في النقطة او، اذا حتى المماثل ديالو غيقطع محور التماثل في نفس النقطة. اذا دي يقطع دي يقطع اش محور التماثل، اذا دي يقطع السي في او، اي ان او تنتمي الى المستقيم الى دونك تنتمي الى المستقيم دي. اذا لاحظ هذه نتيجه واحد، هذه نتيجه جوج، عندنا النقطه او كتنتمي لدلتا و او كتنتمي لدي. اذا من واحد واثنان نستنتج ان الا كانت واحد النقطة كتنتمي لجوج مستقيمات فهما راهم كيتقاطعوا في ديك النقطة. نستنتج ان او دي ودلتا متقاطعان في او، صافي متقاطعان في او.